قررت قرار اعتزالك امتى؟ 82. ليه؟ خلاص بقى لقيت نفسي بقى ايه احتياطي وصاب واصابات. هل كنت اتعورت اصابه كبيره في المنيا؟ عدتني بتاع شهرين. اللي هي كانت ايه؟ خلفيه. طب الخلفيه دي يا شط ما احنا كلنا كان بيجي لنا خلفيه. ايوه مصطفى لما جيت نفسي لقيت نفسي بقعد احتياطي في احتياطي في احتياطي. كابتن حسن حمدي وقتها كان اعتزالك يا شط؟ فكنا في الاهرام وقتها فقلت له كابتن حسن انا عايز انا ممكن عايز اكمل بقى هنا اشتغل واشوف مستقبلي والعب. قال لي لا يا تلعب يا تشتغل. كويس قوي كابتن حسن حمدي. لا كابتن حسن كان فقلت له قال لي انا طبعا ده اعتزالي ده يا كابتن مصطفى. ده في اعتزالك كابتن مختار مصطفى يونس. ايام كانت جميله بقى. اعتزلت 82 يا كابتن مصطفى وكان اللي بيذيع الماتش كابتن ميمي شربين ربنا يدي الصحه والعافيه. الله يدي له الصحه والعافيه كابتن شربين. مختفي تماما دلوقتي قاعد في قاعد هناك في اسمها ايه دي في جمصه. في جمصه.